كل من يستجدي، كل من يطلب، الله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. وإذا رفعت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى إما أن يعجلها لك في الدنيا، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء بمقدار دعوتك. فالله سبحانه وتعالى معطي النوال، يعني العطاء، كل من يستجدي، كل من يطلب. أنت إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يرد يدي عبده صفرا، وإنما يحقق له مسؤولة ويعطيه طلبه.